بسم الله الرحمن الرحيم. سي اسمي 11L مختبر البايثون. اليوم آخر محاضرة عنا. احنا خلصنا المواضيع اللي بدنا إياها. بدي أحل لكم آخر سؤالين من آخر وظيفة كانوا معانا. بالنسبة لامتحان الفاينل راح يكون بإذنه تعالى الأحد 30/5 من 9:30 10:45. ماشي؟ إذن الأحد 30/5 من 9:30 10:45. أوكي، اتفقنا؟ مناسب؟ مناسب للجميع؟ إذن الأحد 30/5 من 9:30 10:45 رح يكون بإذنه تعالى امتحاننا النهائي. في حد عنده أي امتحانات بهذا الوقت؟ خلاص، سجل عندك الموعد، رح أودي لك بعد المحاضرة إيميل بالموعد. طيب نشوف آخر سؤالين كانوا معنا المرة الماضية بموضوع الست. Check whether a given string is heterogram or not. Heterogram or not. إيش هو الهيتروجرام؟ Is a word, phrase, or sentence in which no letter of the alphabet. في صوت مأثر معنا، مين هاد؟ هاي ميوت للكل. إذا بدي أشوف هل هو هيتروجرام ولا لا. متى بيكون هيتروجرام؟ In which no letter of the alphabet occurs more than once. إذا ما تكرر عندي حرف أكثر من مرة فهذا اسمه هيتروجرام. إذا ما تكرر الحرف أكثر من مرة فهذا اسمه هيتروجرام. طيب بدي أخذ سترينج. عادة متعارف عليه هذا السترينج أو أي سترينج ثاني، المهم بدي أشوف سترينج ما في أي تكرار، وبدي أشوف string في تكرار للأحرف. هو بالسؤال ما حكى لي إنه لازم تكون كل الأحرف الهجائية موجودة فيه، هو حاكي لي، هذا السؤال الرابع مش الثالث، هو حاكي لي إنه بده يكون ما في تكرار. طيب بده يكون ما في تكرار لأي حرف موجود عندي. هذا السؤال أنا ممكن أحله على الست. ليش؟ لأني أنا بعرف إنه الست ما فيها تكرار، بس الست مش الحل الوحيد لإلها، بجوز في ناس حلوه مثلا على الكاونت بصير. طيب أنا بدي أحله على الست لأنه جاي السؤال بدرس الست، والست بتحكي إنه ما في تكرار للكاركترز داخلها، ما في تكرار للكاركترز داخلها. طيب أول شيء عرفت ليست، قلب بتساوي empty list for element in A، لكل حرف موجود بالA. حطيت الـ A اللي هي CS 111L last worksheet مثلا. For element in A لكل حرف بالـ A، إذا كان الـ E الـ E dot lower in string dot ASCII lower case جبت import للـ string. شيكت على إذا الـ E dot lower in string dot ASCII lower case، شيكت على الحرف، هل هو حرف lower case؟ حولته لللور ماشي، وشيكت هل هو موجود باللور كيس ولا لا، جبت الاسكي lower case من الامبورت string ماشي. يعني مثلا CS 111L، انا ما بتهمني هاي ال 111 اللي مكرره، هو حاكي لي فقط عن الاحرف ماشي، no letter، اذا بهمني فقط الاحرف. الأرقام ما بتهمني، بدي استثنيها. فحكيت اذا الاي دوت لور ان سترينج دوت اسكي لور كيس، هذا الحرف موجود باللور كيس، اذا موجود ال دوت ابند الاي، ضف لي هذا الحرف على الليست. لاحظ انه هون حولت لللور، يعني اعتبرت انه ما في فرق بين الكابيتال والسمول. برضه السؤال مش محدد، سواء انت حليته انه في فرق بين الكابيتال والسمول او ما في فرق، برضه ما في مشكله لانه السؤال مش محدد. أنا افترضت إنه مش مشكلة عندي الكابيتال والسمول، فحولته لـ اللور. إذا كان هذا حرف ضف لي إياه للليست، ال دوت أبند الإيليمنت،
ضفتها للليست عشان اشوف الليست عملت برنت، مش ضروري. هلا بدي اسال هاي الجمله اللي بتهمنا، اف لين لست ال، اذا بدي اشوف اللين لست ال، هل بيساوي اللين للال؟ اذا بيساوي اللين للال فمعناته خلص هذا عباره عن هيتروجرام، اذا لا معناته نوت هيتروجرام. اذا بدك تنتبه، اذا اللين لست ال بيساوي لين ال، احنا حكينا الست ما فيها تكرار، فاذا كان the string hard لما حولته انا لليست حطيت الاحرف داخل هاي الليست، هل طول الليست بيساوي طول الست لإلها لو انا اخذت هاي الليست وحولتها لست؟ اذا في تكرار بشل التكرار، اذا ما راح يطلع نفس الطول صح؟ اما اذا ما في تكرار راح يطلعوا نفس الطول، راح يطبع لي هيتروجرام. هاي طريقه للحل. هاي عندي الليست الموجوده عندي، بلاحظ انه في احرف مكرره زي مثلا الاي اي زي تي تي، فمعناته راح يطلع اللين للست ما بيساوي اللين للليست، لان الليست راح يعد لي كم عدد الاحرف هدول، بينما الست راح يلغي كل التكرار. لما يلغي كل التكرار معناته بطلوا نفس الطول، فمعناته not heterogram. طيب ناخذ هذا السترينج الاول، هذا السترينج عاده بيعملوا عليه تيست ليش؟ لانه ما في تكرار بالاحرف، ما في تكرار بالاحرف، واتوقع انه هذا بيحتوي جميع الاحرف تبعت اللغه الانجليزيه. اعمل run بتلاحظ انه شو اعطاني؟ هيتروجرام، اعطاني انه هيتروجرام. واضح حل السؤال؟ تمام دكتوره. صباح الخير. هلا صباح النور. الفاينل كم سؤال؟ غالبا ثلاث. تمام واضح يا جماعة. إذا هاي حل السؤال الرابع، اعتمدت على الست. في ناس ما حلوا على الست، حلوا على الكاونت، بتعد كم مرة تكرر الحرف، بصير كاونت، كاونت للحرف بصير، بس أنا حبيت نحله على الست. ليش؟ لأنه الدرس عن الست، بدي أستفيد من فكرة الست. هاي السؤال الرابع. نيجي على السؤال الثالث، هذا حل الطالب محمد العمري، وأنا بتصفح بحلولكم، عجبني حله لأنه حقق الشيء اللي أنا بدي إياه. في ناس مش فاهمين السؤال صح، في ناس جايبين الحل من الإنترنت وهم مش فاهمين إشي فيه، وهو معقد صراحة الحل الموجود بالإنترنت ما بدي إياه. شفت هذا الحل مناسب؟ دكتور هاي بعت لك حل شوفيه كمان. نعم بعت لك حل هسه على الشات، السؤال الثالث شوفيه كمان. طيب اوكي يا جماعه بلشت تجيني حلول من عندكم، كويس بعدين بشوف ان شاء الله. خلينا نشوف الحل هاد اللي معانا. اوكي ممتازين. هلا انا عندي حاكي لي بالسؤال في عندي تو سيتس، كل سيت فيها مجموعه من السترينجز ماشي، هم حاكيين بالسؤال عندي تو سيتس، كل سيت فيها مجموعه من السترينجز، فهي عرفنا الست الاولى هاي عندي، وهي عرفنا الست الثانية، هاي الست الثانية. طبعا أنا يعني شفت حل محمد بجوز فيه حلول كثيرة صحيحة ماشي، فأنا أخذت لك هذا كمثال، أكيد هو مش الحل الوحيد الصحيح، في حلول ثانية صحيحة. إذا هاي عندي الست الأولى والست الثانية، الست الأولى فيها مجموعة من السترينجز، الست الثانية برضو فيها مجموعة من السترينجز. حاكي لنا بدنا نعمل كونكاتينيشن بين السترينج مع السترينج ونشوف هل موجود كل الأحرف ماشي، برضه هذا السترينج بدي اعمل له كونكاتينيشن مع هذا، هذا السترينج بدي اعمل له كونكاتينيشن مع هذا، بعدين بدي انتقل للسترينج الثاني اعمل له كونكاتينيشن مع هذا مع هذا مع هذا، واشوف هل هو فول سترينج ولا لا، يعني في كل احرف اللغه الانجليزيه ولا لا. شوف معي define pair set 1.set 2 container equal empty list
C بتساوي empty string for I in set 1 for J in set 2. إذا عندنا nested loops، واحد مشى على الست الأولى وواحد مشى على الست الثانية. C بتساوي empty string C concatenate equal I زائد J. إذا عمل concatenation بين ال I وال J، بين ال string مع ال string عملهم concatenation، خزنهم داخل ال C. C plus equal concatenation مع ال empty string، يعني هي نفسها C بتساوي I concatenate J. طيب إذا دمج السترينج هاد مع السترينج هاد، وبعدين حكى container dot append للسي دوت لور، حولها للسمول لتر إذا بهمنا السمول والكابيتال. رجع هو للاحتياط، أخذ الدوران بالعكس، أخذ هاد مع هاد، هاد مع هاد، هاد مع هاد، مش إجباري هاي الخطوة. for I in set 2 for J in set 1 C plus equal I زائد J container dot append C dot lower n بتساوي صفر. بعد ما خلص عمل concatenation للتو strings وحطهم بالليست، بعدين concatenation للتو strings وحطهم بالليست، بعدين concatenation للتو strings وحطهم بالليست، بعدين مشى على string الثاني concatenation وحطهم بالليست. هلا بعد ما جمع كل strings الموجودة عندي، بده يشوف كم واحد عبارة عن full string. شو يعني full string؟ يعني في كل الأحرف الهجائية تبعت الإنجليزي. n equal 0 full letters equal a b c d، حط لي كل الاحرف الهجائيه تبعت الانجليش او بتجيبها من import string زي ما بدك. for p in container، هلا for b in container لكل string موجود عندي بالكونتينر. اذا كان ال p بيساوي ال full letters، اذا كان هذا ال b بيساوي هاي الاحرف الهجائيه، معناته عد لي اياه n plus equal 1. مرة ثانية، لكل string موجود عندي بالكونتينر بعد ما أنا عملت concatenation، يعني أخذت هاي A B C D F G H I J K L M N هدول مع بعض، شفت هل هذا string بيساوي الفول لتر؟ بيساوي هاد. إذا بيساوي معناته عد لي إياه. بعدين أخذت string الثاني، بعدين string الثالث، بعدين الرابع، وهكذا. إذا عديت كم واحد فيهم full letters، full letters. هلا بجوز تحكي طب السؤال مش حاكي انه هيك هم بنفس الترتيب، اذا انت بدك تعقد الامور وبتحكي طيب يمكن هم ما يكونوا بنفس هذا الترتيب وبده يعتبرها انها صح، معناته شو بعمل؟ بستخدم السورت لإلها، برتبهم بصير ماشي. بس هو السؤال حاكي لك الاحرف هيك كامله بهذا الترتيب، فببساطه حكينا هل البي بتساوي الفول لترز؟ اذا بتساويها معناته ان بلس ايكوال 1، عد لي هذا السترينج. بعدين طبعنا قيمة الان، طبعنا قيمة الان هاي رن، بتلاحظ number وفي البيرز string هون كان عندي اثنين، هاي عندك a b c d e f g h i j k هاي واحد، وهاي عندك a b c d e f g برضو هاد الثاني ماشي. اذا كان في عندي two full دورة، مش هيك السؤال؟ لا هيك السؤال، انا شرحت لك اياه هيك. السؤال بيحكي لنا، السؤال بيحكي لنا انه شو اسمه، انه السترينج الاول مع السترينج الثاني في كل الحروف. ايوه، بعد ما دمجت السترينج الاول مع السترينج الثاني هل في كل الحروف ولا لا؟ اف بي بتساوي فول لترز، اذا متساويين يعني في كل الحروف. بس اذا ممكن يكون ترتيب مختلف، اعملها السورت. بس اذا كان لا لا الترتيب يكون مختلف، الاوتبوت لازم يكون كومبليت اور نوت كومبليت. بناقشني؟ نعم دكتورة، صوتك راح. محمود السؤال بيحكي لك عدنا، عد عد، هذا السؤال رقم ثلاث، ارجع لك على الورك شيت. السؤال ثلاث بيحكي لنا انه كومبليت ولا مش كومبليت. طيب عد كم واحد، مش بس السترينج واحد، في عندي انا set of strings و set of strings، بدي اعمل concatenation بينهم واعد كم واحد كان full string. شوف السؤال معي يا محمود. دكتور السؤال ما كان هيك، set محمود كان هيك وانا شرحته هيك، استنى شوي ليش مستعجل. هاي يا محمود، find the pairs of complete strings in two sets.
عندي two sets فيهم strings، بدي أعد كم عدد find the pairs of complete strings. وين complete strings؟ two strings are said to be complete if on concatenation، إذا دمجتهم they contain all the 26 English alphabets، فيهم 26 حرف. For example، إذا كان عندك string هاد and string هاد are complete، متى بيكونوا complete؟ As they together have all characters، مع بعضهم راح يحتوي على الأحرف كاملة من الـ A للـ Z. ماشي؟ بدي أعد كم two strings عندي كانوا full strings. We are given two sets of sizes N and M respectively. الطول هذا مش مهم عندي بالسؤال، بده عدد الكاركتر سوري السترينجز الموجودين بالست الاولى عددهم N، وعدد السترينجز الموجودين بالست الثانيه M. And we need to find the number of pairs that are complete on concatenating each string from set 1 to each string from set 2. اوجد عدد البيرز اوف كومبليت سترينجز. هيك حل السؤال يا محمود. جوز ما فهمته انت كويس، المهم بغض النظر هاي عندنا حل السؤال. لا لا دكتور انا كان عندي مش هيك، انا الست شو اسمه ماخذ تاعت لاب قديمه، انا بس كان عندي كومبليت مش كومبليت. اه خلص تمام. اوكي طب ليش عندك قديمه؟ لا ما هي موجود الورك شيت عندك على الاي ليرنينج. انا كان عندي تاعت الماضيه. خلص اوكي. ليش اصلا اني غيرته يا محمود؟ طيب ارجع للسؤال عندك وتاكد. مرح بعدين احنا شرحناه هيك بالمحاضره اذا انت حضرت المحاضره. نعم مرح. دكتور انا ما عملته انه فانكشن عادي. ما طلب فانكشن اصلا هو. اكيد عادي. اوكي يا جماعه هاي حل السؤالين اللي عندنا، حبيت احلل لكم اياهم. بالنسبة للامتحان النهائي الأحد 30/5 من 9:30 للعشرة وخمسة وأربعين على مودل .yu.edu.jo. لا تنسى إنه على موقع مودل زي امتحان الميد، على موقع مودل غالبا راح أجيب لك ثلاث أسئلة، اكتب كود الامتحان راح يكون فورمات، ما حدش يحاول يغش من الثاني. ماشي؟ أي حلول زي بعضها راح ياخذ أصحابها صفر، ما راح أتهاون بالفاينل. خليك معتمد على نفسك بحل السؤال، إن شاء الله الامتحان ما راح يكون صعب، بس طلع مواهبك فيه، بدي أشوف أنت شو عندك، شو بتعرف تكتب. ماشي الحال؟ راح أحط لكم استباني بهاليومين، ضروري أنكم تعبوها، وراح أحط عليها جزء من علامة المشاركة، راح أحط عليها علامتين من علامة المشاركة، ضروري جدا أنك تعبيها، استباني بسيطة كثير، بس أنك تقيم حالك، أنت استفدت من هاي هذا الموضوع، فاهمه؟ فاهم هذا الموضوع؟ وهكذا، ماشي؟ يعني بس أسئلة هم كلهم multiple choice، بس بدك تعبي هاي الاستبانة بسيطة كثير، بس هي لأغراض الجودة. طيب ضروري الجميع يعبيها لكل المساقات، بدنا نعمل هاي الاستبانة ويعبوها الطلاب، ضروري جدا إنك تعبيها، تحط عليها علامتين من المشاركة عشان تأكد إنك عبيتها. طيب ولا تعبيها أكثر من مرة، فقط مرة واحدة وارسلها. أوكي ودي لكم اللينك تبعها على الاي ليرنينج وعلى الايميل باذنه تعالى. علامة المشاركة اكيد ان شاء الله راح تكون عندك قبل الفاينل خلال هذا الاسبوع، بس اجهزهم راح انزلكم اياهم زي ما اتفقنا، 10 علامات على الكويزز، 10 علامات على الوظائف، وخمس علامات على حضورك ومشاركاتك. يعطيكم العافية جميعا. في حد عنده اي استفسار قبل ما اطلع؟ بدي اخذ حضور غياب قبل ما نطلع. في حد عنده اي استفسار؟ عندي مشكله انه انا الكويزات اخذتهم كلهم وسلمت الحل، بس لما ادخل على العلامات محطوط جنب اسمي غياب. الكويزات يا ايمن صوتك راح. كل الكويزات وصلك علامه كويزين، الكويزين هيك؟ اه الكويزين غياب وانا مسلم الحل. صاير معك مشكلة بالنت؟ لا ما في، ما صار معي مشكلة ولا شيء. امتحان الميد مش سلمته عادي؟ امتحان الميد سلمته عادي او وجتني علامة، اما بس بالكويزات عندي الكويزين غياب والكويزين انا حاضر انا ماخذ. يا ايمن بيكون مش واصلني حلك على الموقع. ايمن خليني اكتب اسمك واتاكد لك.
أيمن، أيمن محمد زيد بني اه تسنيم محمد، تسنيم غايبة، فاطمة الزهراء إبراهيم، أوكي يا فاطمة، عيسى محمد، عيسى محمد، محمد أحمد، محمد أحمد مطاوع، معك معك دكتور، محمد أحمد، محمد موجود، ليث خالد، ليث، فايز أحمد، فايز، إبراهيم سمير، إبراهيم، عبد الله فلاح، عبد الله فلاح، عمر حسين، اوكي يا عمر، عون عماد، عون عماد، يزن باسم، يزن، الحارث محمد، الحارث، صهيب فايز، صهيب، آية عدنان، أوكي يا آية، عبد الله ثائر، موجود دكتور، أوكي يا عبد الله، محمود جميل، جود ضيف الله، موجود دكتورة، جود، أحمد خالد، أحمد خالد، رغد عمر، رغد، زياد أحمد، زياد، عبد الرحمن عايد، عبد الرحمن، محمد خالد، اوكي محمد، محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، محمود ياسر، اوكي يا محمود، ليث جابر، ليث، موجود دكتورة، محمد أحمد محمود، محمد أحمد، سارة جاد الله، سارة، أوكي يا سارة، مرح عبد الوهاب، أوكي يا مرح، موفق عبد الله، نعم دكتورة، أوكي يا موفق، موجود موجود دكتورة ماشي، صفاء إبراهيم، أوكي يا صفاء، أيمن محمد، موجود، أوكي يا أيمن، خليل إبراهيم، أوكي يا خليل، رهف بسام، رهف، سجى عمر، سجى، صهيب رائد، صهيب، وينك يا صهيب؟ اسمك موجود، صهيب رائد، عبادة أسامة، اوكي يا عبادة، لينا حسين، اوكي يا لينا، صهيب أمجد،
صهيب أمجد، محمد خالد طوالبة، يا محمد البتول، وسام موجودة دكتورة، يا البتول راما، حسام موجودة دكتورة، يا راما، ليث ماهر، يا ليث، منار خالد، منار، رامي، محمد، اوكي يا رامي، يعطيكم العافية جميعا. اذا هيك احنا خلصنا المختبر، ما فيش اي شيء يوم الثلاثاء، ما راح يكون عندك محاضرة ثانية، ما راح يكون في الوظيفة يوم الخميس، اذا انهينا احنا هيك المختبر. نعم يا البتول. دكتورة متى راح تنزل علاماتك الثلاثة؟ اليومين ان شاء الله بس يوصلوني من مساعدين التدريس. تمام ان شاء الله. هذا ايوه يا مرح. دكتورة بالنسبة لكويز الريكيرسيف انا تعدلت علامتي، بس كنت بدي اتاكد من هالشيء. راح يوصلوني راح يصير شوي تعديل على هذا الكويز. ماشي، مين كمان كان بده يحكي؟ دكتورة الثلاثة يعني ما في محاضرة؟ لا خلص خلصنا هيك المختبر، بس بدي منك تعبي استبانة، رح ابعث لك اللينك تبعها بهاليومين، ضروري انه الجميع يعبيها. احنا هيك خلصنا محاضراتنا والحمد لله. امتحاننا يوم الاحد الجاي الساعة 9:30. دكتورة الاستبانة عليها علامتين على كيل؟ عليها علامتين، مش تنسى تعبيها، ضروري الكل يعبيها. ماشي، هاي الاغراض الجودي بتهمنا يعني، عرفتوا، فضروري الكل يعبيها، ولكل المساقات بنعملها. ماشي الحال. دكتورة شو الامتحان الاحد الجاي؟ نعم، شو هو الامتحان الاحد الجاي؟ الفاينل يا خليل. طيب ماشي هو وينك يا خليل؟ طبعا الامتحان بكل المادة داخل معنا، كل المادة. ماشي محمد. نعم دكتورة، الفاينل متى بالضبط؟ تمام، انا بحكي الاحد 30/5 الاسبوع الجاي، الاحد من 9:30 للعشرة وخمسة واربعين. اوكي اتفقنا. هلا بودي لك ايميل باكد عليك. طيب يعطيكم العافية جميعا. دكتورة تفضل. انا عباد المعابرة، نفسي بس لعلامة الميد، يعني أول مرة علق مع الموقع وعلى الميك أب علق. أنت عارف الطابق دكتورة، هاي نقدر يعني نعدل هالعلامة؟ شو بدي أعمل؟ أعطيتك فرصتين، يعني شو بدي أعمل؟ بعرف شو السبب. والله دكتورة أنت ما قصرت، أعطيتيني فرصتين لكن الحال يعني، وحاولوا إنه بحكوا لك خلص، بس أنت تعال وجيب كمبيوترك، شو بدك أكثر من هيك؟ بس شو بدنا نعمل؟ توكل على الله دكتورة. يلا خير ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه ومشكوره. هلا يعطيكم العافيه جميعا ان شاء الله. في حد ضل عنده اي استفسار؟ نطلع. يلا يعطيكم العافيه، خلوني اطلع بس، هيزبط معي، استنوا شوي.